بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مدرستي في درس جديد. درس اليوم سيتناول تمرينا في درس الاتصال مستوى البكالوريا علوم تجريبية وعلوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض، كذلك العلوم التكنولوجية أو العلوم الزراعية. إذن المستوى البكالوريا علوم بجميع شعبها. إذن سنتناول اتصال دالة معرفة بمجالات، اتصال دالة معرفة على مجالات في نقطة. En français, on dit la continuité d'une fonction définie par intervalle en un point. Nous allons étudier la continuité d'une fonction en un point, telle que cette fonction-là est définie par intervalle. C'est-à-dire il a plusieurs formes. يعني أن هذه الدالة معرفة على مجالات، على كل مجال تتخذ شكلا معينا. مثلا soit j'ai la fonction définie par g de x égale 4 facteur de racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x. Si x est positif strictement, g de x égale la sinus de 2x sur x, si x est inférieur strictement à 0, et g de 0 égale à 2. Et donc, هذه الدالة g معرفة على المجال x أكبر من صفر، يعني مجال الأعداد الموجبة قطعا بهذا الشكل، ومعرف على الأعداد السالبة قطعا، على مجال الأعداد السالبة قطعا، يعني R ناقص نجمة بهذه الطريقة بهذا الشكل. هذا الشكل مختلف عن هذا الشكل. ثم صورة صفر هي 2، لأن الصفر لا تدخل هنا ولا تدخل هنا، لأن لدينا أصغر قطعان ولدينا أكبر قطعان. إذن التمرين فيه سؤالين. السؤال الأول: montrer que f est continue à droite de 0. Et la deuxième question: est-ce que g est continue en 0؟ إذن سنحاول أن نجيب على هذين السؤالين. إذن حاولوا كتابة جي شكل جي في أوراقكم، ثم ابدأوا بالسؤال الأول. بينوا بأن جي متصلة على يمين صفر. ثم السؤال الثاني: هل جي متصلة في صفر؟ إذن بعد قليل سنقوم بالتصحيح. إذن حاولوا أن توقفوا الفيديو ثم ابحثوا عن الحل، وبعد ذلك ارجعوا لمتابعة التصحيح. إذن سنعود بعد قليل. إذن مرحبا بالجميع، مرحبا بزوارنا الجدد في القناة. من كان جديدا على القناة نرحب به ونتمنى أن يكون مشتركا في القناة بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو، كذلك الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا تشجيعنا بالضغط على زر لايك لكي نستمر في رفع الفيديوهات المفيدة لكم. ومرحبا بأسئلتكم وتعليقاتكم. إذن نبدأ على بركة الله. montrer que f est continue à droite de 0، يعني بين أن الدالة f أو الدالة g، عفوا الدالة g، هنا الدالة g متصلة على اليمين في صفر. إذن لكي نبين بأن g متصلة على اليمين في صفر، يجب أن نحسب نهايتها على يمين صفر. ولكي ويجب إذا وجدناها تساوي g لصفر فإنها متصلة، وإذا وجدناها مختلفة عنها على g لصفر فإنها غير متصلة على اليمين في صفر. إذن السؤال الأول قلنا نكتب، قلنا ونحسب نهاية g ل x عندما يؤول x إلى صفر زائد تساوي نهاية x يؤول إلى صفر زائد. ثم نكتب تعبير g، تعبير g لx، أربع عامل لجذر مربع x زائد واحد ناقص واحد على x. إذا عوضنا x بصفر هنا نحصل على واحد، جذر مربع واحد ناقص واحد. إذن واحد ناقص واحد صفر، صفر في أربعة صفر،
مقسوم على صفر، شكل غير محدد، لا يمكن أن نحسب صفر على صفر، وبالتالي سنحاول تغيير هذا الشكل لكي يكون محددا. لاحظوا أن لدينا هنا جدار مربع وهنا ناقص واحد، يمكن أن نضرب بالمرافق لكي نزيل الجدار المربع. إذا نكتب يساوي، هذا العدد 4 عدد ثابت يمكن إخراجه خارج النهاية، فنكتب 4 نهاية جدار مربع x زائد 1 ناقص 1 على x، ثم نضرب البسط والمقام في المرافق، جدار مربع x زائد 1 زائد 1. إذا نضرب في مرافق البسط x زائد 1 زائد 1، لدينا a ناقص b، مرافقه هو a زائد b، إذا النهاية في صفر زائد، يساوي 4 نهاية x يؤول إلى صفر زائد. إذا لدينا هنا a ناقص b عامل a زائد b، هذه متطابقة هامة. ثالثة، يساوي a أس 2 ناقص b أس 2، إذا جدار مربع x زائد 1 أس 2 يساوي x زائد 1 ناقص 1 أس 2 يساوي 1، فنحصل على x زائد 1 ناقص 1 في البسط وفي المقام، لدينا x عامل لجدار مربع x زائد 1 زائد 1. ثم نبسط، إذا 4 مضروبة في نهاية x يؤول إلى صفر زائد، x زائد 1 ناقص 1 يساوي x على x عامل لي جدار مربع x زائد 1 زائد 1. إذا نعمل نبسط هنا، 1 ناقص 1 صفر زائد x يساوي x، ثم x على x هنا نختزل ب x فيتبقى لدينا 1، إذا 4 نهاية 1 على جدار مربع x زائد 1 زائد 1 x يؤول إلى صفر زائد. في هذه المرحلة يمكن أن نعوض بصفر، صفر زائد 1 هنا كم يساوي؟ يساوي 1، جدار مربع 1 يساوي 1، إذا 1 زائد 1 في المقام و1 في البسط، إذا نهاية هذه الدالة 1 على 1 زائد 1 يعني 1 على 2، إذا يساوي 4 في 1 على 2. 4 في 1 على 2 تساوي 4 على 2 تساوي 2. هنا حصلنا على النهاية في صفر زائد، يعني نهاية سجل إكس على اليمين. إذا نكتب دونك لا ليميت إكس تنفر صفر بلس دو جي دو إكس إيكال لا دو، إي أون أ جي دو دو إكس جي دو زيرو إيكال أكوا جي دو زيرو إيكال à 2. C'est la même chose, donc la limite x tend vers 0 plus de g de x égale g de 0. Ce qui implique que g continue à droite de 0. D'où g continue à droite de 0. وجدنا بأن النهاية على اليمين في صفر تساوي جي لصفر، وبالتالي جي متصلة على اليمين في صفر، جي متصلة على يمين صفر، جي متصلة على يمين العدد صفر. إذن بهذا نكون قد أجبنا على السؤال الأول. السؤال الثاني يقول اسكو جي كونتينيو يكونتوني اون زيرو. إذا نعلم حسب السؤال الأول بأنها متصلة على يمين صفر، الآن لكي تكون متصلة يجب أن تكون متصلة على اليسار، إذا سندرس الاتصال على اليسار، لهذا سنقوم بحساب النهاية، نهاية جي لا ليميت دو جي دو إكس نهاية جي لإكس إذا كان إكس يؤول إلى صفر ناقص يعني على اليسار.
On a la limite de g de x lorsque x tend vers 0 moins égale la limite. Ou g de x à la limite. Tu sais, oui. Ou à la limite, tu sais, oui. Sinus x à la x. Sinus 2x على x. إذا كان x يؤول إلى صفر ناقص. إذا عوضنا هنا سنحصل على سينوس صفر على صفر. إذا صفر على صفر غير شكل غير محدد. لكن نعلم النهاية معروفة. هناك نهاية اعتيادية معروفة. On sait que la limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t égale à 1. نعرف هذه النهاية الاعتيادية. نهاية سينوس تي على تي تساوي واحد إذا كانت تي يؤول إلى صفر. إذا سنحاول أن نستعمل هذه النهاية هنا. لدينا سينوس 2 إكس على إكس. لدينا 2 إكس في البسط. إذا يجب أن تكون لدينا 2 إكس في المقام. إذا سنضع أون بوز. نضع تي يساوي 2 إكس. يعني x يساوي كم؟ x يساوي t على 2. إذا سنعوض في إذا كانت t تؤول إلى صفر، هذا يعني بأن x تؤول إلى صفر. إذا هناك تكافؤ بين t تؤول إلى صفر و x يؤول إلى صفر. إذا سنعوض هنا، سنعوض إذا نهاية دونك la limite quand x tend vers 0 moins de g de x égale la limite quand t tend vers 0 moins, l'an ça nous aouit bt. Sinus 2x yusawi t, donc sinus t, à la x yusawi t à la 2. On a aouit na x bt, comme na bitrier al mutrier. Donc yusawi, la dina on a t à la 2 fil maqam, donc nous bassit t, t taoul ila 0 moins, donc sinus t, مقسوم على سينوس تي مضروبة في 2 على تي مضروبة في 2 على تي في مقلوب المقام. سينوس تي مضروبة في مقلوب المقام. إذن نحصل على نهاية تي تؤول إلى صفر موان. لدينا هنا 2. إذن سينوس تي على تي مضروبة في 2. نقوم بإخراج 2 لأنه عدد ثابت خارج النهاية. إذن 2 ليميت دو سينوس تي سور تي إكس تي تان فير 0 موان. سينوس تي على تي رأينا بأنها تساوي 1، نهايتها تساوي 1 في صفر. إذن 2 في 1 تساوي 2. إذن النهاية على اليسار la limite de g de x, x tend vers 0 moins, est égale à 2. Et 2 est égal à g de 0. Mada yani hada, yani an g muttasila ala. Donc g est continu à gauche de 0. Donc g est continu à gauche de 0. Donc, d'après la première question, g continue en 0 plus. Et donc, d'après la deuxième question, on a démontré que g est continue en 0 moins. Donc g continue en 0. Ou il peut être écrit هكذا la limite de g de x, x tend vers 0 moins, égale la limite de g de x, x tend vers 0 plus, égale à g de 0. Et donc, la fin à la limite, ça fait la fin à la gauche, ça fait la sortie de 0. Et puis, la limite quand x tend vers 0 de g de x égale à g de 0
Donc, j'ai continué en zéro. إذن لكي نبين بأن الجي متصلة على يمين متصلة في نقطة، يجب أن نبين بأنها متصلة على اليمين ومتصلة كذلك على اليسار. إذا كان شكلها مختلفا على اليمين أو على اليسار وعلى اليسار في هذه النقطة، يعني إذا كانت جي معرفة بمجالات. إذا نكون قد أنهينا هذا التمرين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، ونتمنى لكم التوفيق في دراستكم، وتشجعونا بالضغط على زر لايك، ومرحبا بأسئلتكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.